مساء الخير. حلم كل فتاة شابة أن تحصل على طلة شبيهة بنجمات السينما والمشاهير، خاصة إذا ما كانت تتمتع بمقومات جمالية كالطول والجسد الممشوق والمتناسق، تماماً كما هو حاصل مع ضيفة هذه الليلة شيماء من المغرب. عمرها 22 سنة، كتعمل في القطاع الفندقي وكتملك كامل المواصفات اللي تأهلها لتكون نجمة غلاف كما كتتمنى، لكنها بحاجة أيضاً إلى بعض النصائح من المحترفين في عالم الموضة والجمال لوضعها على الطريق الصحيح. خلونا نتعرف على شيماء. أنا شيماء، في عمري 22 سنة، من المغرب. علاش حابة تشاركي معنا في برنامج أنت أجمل؟ حبيت نشارك حيت حبيت التغيير، وكنشوف بلي عندي مقومات يعني طويلة حيفة، يعني ما عنديش شي مشكل سمينة وهذا، بغيت نغير من اللوك. ليش أوكي. لا نكون بغيت نشوف نكون بحال شي وحدة يعني عارضة أزياء وهذا. إن شاء الله. يعني أنت أكيد عندك كل المقاومات، شايفة كل المقاومات لتكوني شبيهة بعارضة الأزياء اللي بتشوفي بالمجالات اللي انتي حابة تشوفي نفسك مثلهم، وفينا نحصلوا على هذه النتيجة لأنه كيف ما قلتي ضعيفة وطويلة، وهذا كمان يساعد في أسلوب الموضة وفي الشعر وفي هذا أنه يكون عندنا اختيارات عديدة، فمش حنكونوا محصورين في لوك واحد معين. كلميني اكثر الاشياء، الامور اللي كتواجهيها في حياتك اليوميه اللي حابه تتخلصي منها. انا عندي شغل محدد، يعني بيكون شغل، عندي شغل طويل ساعات طويله، يعني ما عندي وقت يعني اغير نهتم بلبسي، فهذا هو المشكل الاساسي. شو كمان كلمين بالمحيطين بالمجتمع اللي حواليك، هل هم كمان لهم سبب او دافع خلوك تشاركي بالبرنامج؟ كمان عايزه الفت الانتباه، ليش لا؟ لا اكيد فيك تلفتي، اكيد كاي بنت جميله وصغيره بمقتبل العمر حابه تكون دائما تلفت الانتباه طبعاً. اكيد شيء طبيعي أكيد. مش عيب. شو كمان كلميني اكثر، حابه تعرف على كل شيء بيزعجك، الشيء اللي بيسعدك، الأشياء اللي حابة تحصلي عليها اللي بتتمنيها في البرنامج، كلميني أكثر. اللي بيسعدني الابتسامة. بحب الابتسامة، يعني هالشيء ضروري عندي. تكون عندك perfect smile. أيوة. شنو كمان كلميني أكثر. فضفضيلي كأنك جالسة مع أختك كتفضفضيلها، كلميني. بس يعني حابة أغير من نفسي، حابة أغير من ستايلي، ما يعني ما بعرف نسق كيف لبسي، يعني محتاجة حد يحطني على النقطة صح عشان يوريني. أوكي، قلت لي عندك مشكلة في تنسيق الملابس، يعني كتشتري قطعة حلوة ولكن لما تركبيها ما كتطلعش حلوة عليك مع إنه جسمك حلو. عندي مشكلة في اختيار كلون، يعني دائما بختار لون محدد مثلاً، يعني ما عندي اختيار الألوان. ما عندكش الجرأة؟ ما مش جريئة في لبسك؟ لا أنا تلبس متعددة السبورت ثلاث مرات، بس كاختيار صعب عندي. أوكي، ما كتكونيش واثقة من اختياراتك فبالتالي ما كيعكسش ثقة في النفس. كان عندي تغيرات كثير في اللبس، مودي يعني مزاجية. مزاجية. اليوم شو جا مزاجك، جينز وتيشيرت؟ حلو، نايس، كاجوال. طيب حابه نبشرك يا شيماء انه ان شاء الله هذه المشاكل كلها عندها حل اكيد، ان شاء الله وحتتخلصي منهم، وحتكوني معنا خلال هذه الفتره، حتحصلي على ارشادات اللي حتسهل عليك الحياه، حتخليك تعرفي وتنسق القطع اللي هي ديما محيراك، حتحصلي على الجود تريتمنت او العنايه اللي بتتمنيها لشعرك لاسنانك، فحتطلعي مثل المشاهير ويمكن اجمل كمان. بوعدك حتطلعي مثل التوب موديل اللي بتطلع بالمجلات، ودايما بتتمني تشوفي نفسك شبيهه به ان شاء الله. اوكي، خلينا نبتدي التجربه. اوكي يلا. هلا شيماء متواضعه شوي بصراحه، لانه في لانه في في مشاكل اكثر بكثير بصراحه. هي بتشوف بس المشاكل الجماليه.
المشكلة الأساسية اللي كتعاني منها شيماء وبحاجة إلى التخلص منها هي شكل ولون أسنانها. ومن المؤكد أن الأسنان عنصر أساسي في عملية تغيير الطلة، خاصة إذا كانت الفتاة كتطمح مظهر مختلف تماماً. شيماء، أنت عارفة إحنا فين جايين دابا؟ عند الطبيب. برافو عليك. إحنا خدينا لك اليوم موعد مع الدكتور باش نشوفوا شو يعمل لك، يفحص لك أول حاجة أسنانك ونشوفوا شو يعمل لك وشو العلاج المناسب لأسنانك باش تطلع عندك الابتسامة الحلوة اللي كتمنى إياها. إن شاء الله. صافي متحمسة؟ متحمسة. علاش قلتي لي خايفة؟ حيت أول مرة عند الطبيب. شي طبيعي، دكتور أسنان أصلاً دايماً بيخوف. بس ما تخافيش، الدكتور اوريدي تعاملنا معاه كذا مره وكانت نتيجه دائما زوينه وايده ما كتوجعش ان شاء الله. دكتور وائل، شخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. دكتور، اليوم جينا واوريدي كشفتي على شيماء، فقلنا شو نتيجه الكشف وشو الحلول لحالتها. والله بعد الكشف لاحظنا انه شيماء عندها شويه مشاكل، بس انا بفضل اسمع منها بالاول شو هي المشاكل اللي شايفتها عشان نقدر نوصل لحل. شو المشاكل شيماء؟ اول مشكله عندي دكتوره هل السن الطالع. ايوه هذه. وثاني مشكله عندي عدم ترتيب الاسنان مع الاسبرار اللي فيهم. هلا شيماء متواضعه شوي بصراحه. لانه في مشاكل اكثر بكثير بصراحه. هي بتشوف بس المشاكل الجماليه بس انت حتعالج المشاكل الطبيه. بالفعل. حابه بس نقول لك انه هي حابه تشوف ابتسامتها، ابتسامه هوليووديه، باغه تشوف نفسها مثل البنات اللي بيطلعوا بالمجلات. شيء اكيد. هلا زي ما احنا شايفين هون في عندنا مشاكل منفصله بالفك العلوي والفك السفلي. زي ما انت شايفه شيماء بالصوره، الفك السفلي مشاكله منحصره بموضوع تراكم الاسنان فوق بعض، شايفه شلون؟ غير موضوع مشكله اللثه، تحديد اللثه، وموضوع كمان اللون. الفك العلوي مشاكل مختلفه تماما، احجام الاسنان غير متناسقه زي ما انت شايفه، في نمو باللثه فوق الاسنان، مشان هيك عاطي اماكن صغيره واماكن كبيره شوي بالاسنان، واخر شيء موضوع اللون، عرفت علي؟ وكمان موضوع شوي تسوسات لازم تتعالج. فهي هي يعني بشكل عام المشاكل. هذه المشاكل كلها وشو المراحل اللي حتمر بها؟ والله كخطة علاج لازم نبتدي معها اولا ننظف اللثة، ونبتدي معها علاج لثة زي التحديد للثة عشان نخلي زي تناظر بالاسنان، تكون احجام متساوية، وكمان نعالج التسوسات بالاسنان عشان لما نستقبل العلاج التجميلي يكون كله على اسنان نظيفة وسليمة ولثة. نعم. ما فيها اي مشاكل. تاكلي حلويات كثير شيماء؟ ايه. لازم نبتعد عن الحلويات بعد العلاج. هلا هذا بالنسبه لعلاج طبي. تجميلي بدنا ننتقل لموضوع تقنيه الزركون. هلا هي بالنسبه لها يعني الزركون اعلى مستوى بالنسبه لتجميل الاسنان. فهي عباره عن تلبيسات، حنضطر نصغر الاسنان شوي صغيره عشان تستقبل هاي التلبيسات فوقيها. حاسه انه عندك سؤال. ايه طيب دكتور، ما في طريقه ثانيه غير الزركون؟ ممكن طريقه ثانيه، بس حناخذ طريقه نظبط فيها صفه الاسنان، بس ما حتكون تجميليه، لانه في عندك مشكله بلون وشكل الاسنان. فبالنسبه لإلها زي حتاخذ نتيجتين بعلاج واحد. أوكي. اللي هي صفه الاسنان تترتب مره ثانيه. يعني عوضا عن التقويم ممكن ياخذ من سنه ونص لسنتين، لانه الحاله في تراكم قوي شوي. فبهالحاله هي حتاخذ تجميل وبنفس الوقت حتاخذ كمان. شو العلاج الزركون؟ فيك تشرحنا اياه اكثر؟ هلا عباره عن تلبيسات بنعوض فيها الاسنان. اذا في فقد بالاسنان، او الاسنان اذا كان فيها مشاكل صفتها مش مزبوطه، لونها مو مزبوط، فبنصغر الاسنان شيء بسيط وبنقوم بالتلبيس عليها. هي اول شيء بالنسبه للتجميل. كعلاج للثه حنتبع اسلوب الليزر، تقنيه الليزر لتحديد اللثه وتنظيفها، كمان من غير تخدير، من غير الم، من غير اي دم بالمره. الامور حتكون ان شاء الله جدا سلسه وتاخذ نتيجه ان شاء الله كثير كثير حلوه. اوكي، انا كثير مبسوطه من الكلام اللي قلته ان شاء الله لحد الان. لا ان شاء الله كلام مطمئن. بس اهم شيء على سيره الخوف، انا وياها جايين اليوم خايفه مرعوبه ميته، فانا حاولت
ما امكن اهديها شوي. بس باقي عليك كمان. لا لا ان شاء الله الامور بسيطه جدا وهي مبين عليها متعاونه يعني شجاعه هيك كثير. بس لازم نبتدي بالعلاج ومطلوب منها الالتزام بالمواعيد ان شاء الله وتاخذ نتيجه ان شاء الله كثير حلوه. وعدم اكل حلويات بعدين اكيد. طيب دكتور ما اخركم اكثر خليكم تشوفوا شغلكم. حنبتدي فورا ان شاء الله وبشوفكم بعدين. اوكي يلا سلام باي. التوب موديلز طوال ويزيدوا كعب بيلبسوه أكثر من أي إنسان تاني. لا شك أن مهمة اختيار أسلوب ملابس عصري وشبابي الشيماء ليست بالمهمة الصعبة. كونها فتاة صغيرة في العمر وجميلة وبنفس الوقت هي أيضاً منفتحة جداً على التغيير، لكن لدى شيماء بعض المفاهيم الخاطئة فيما يخص اختيار الملابس وتنسيقها. للحصول على المظهر المثالي توجهنا أنا وشيماء لمحلات ستراديفاروس في دبي مول. شوفي نفسك في المراية وكلميني. كثير عجبني اللوك. متغير. أكثر حاجة عجبك؟ متغير علي تماما. أنا بلبس جينز بس عمري ما نسقته بالطريقة. أوكي. ما هذا هو الهدف ديالي من أول اختيار. حبيت لبسك جينز اللي أنت متعودة عليه في حياتك العادية، بس حبيت أحببك فيه أو أخليك تشوفيه بمنظور ثاني. أول حاجة اخترت لك البوي فريند جينز اللي هو كثير دارج، ألا وهو البوي فريند جينز بيكون لايك هو بيكون الكات رجاليه، ولما بتلبسه الست لازم تكسره باسلوب يكون فيه انوثه. فاحنا اخترت لك هذا اللوك، ضفت لك عليه توب ليذر توب اللي هو كثير دارج، واحنا داخلين على فصل الشتاء فقطع الجلديه لازم دائما تكون عندك سواء كانت بونتالون او توب او حتى دريس كثير بنستعملها بفصل الشتاء. ضفت لك عليه جاكيت بليزر كتير سيمبل اللي فيك كمان تستعمليه بعدة لوك وحعلمك عليهم بعدين. والقطعة اللي بارزة عندنا كمان اللي أضافت طلة حلوة ولمسة خاصة بيك، ألا وهي الباج اللي بالبورغندي. البورغندي هذا كتير 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 على الموضة هذا الموسم، فأي محل حتدخلي هتلاقي الألوان هذه اللون هذا بالتحديد منتشر. وكمان الإكسسوار حبيت نعمل لك أنه كله يضل سيمبل في نساق واحد بس الاكسسوار انه بريسلت حطيت لك اثنين ليعطوا نايس لوك، خصوصا انت بعدك صغيره 22 سنه يعني عندك الحريه انه تختاري وتكوني متحرره في اختياراتك بس في حدود الاناقه انه ما نروح على اشياء جنونيه. وفي نفس الوقت جسمك كثير بيساعد، مثلا انت جسمك اخترت لك الكات البوي فريند جينز دانم اللي كثير دارج لانه انت بيلبق عليك هذا اللوك، انت بيمشي عليك. لو واحده سمينه
حيكون شوي موضوع صعب، بس انت جسمك ممشوق، طولك حلو كمان، بالفلات بيطلع عليك حلو، فانا بحب كثير اللوك عليك سبيشلي اللي بعمرك. انا يعني فيري روك اند رول، متحرره، بتحسي حالك يونيك كيف ما انت حابه تكوني في برنامج معنا يونيك، فانا اخترت لك يعني لوكات لتخليك تحسي يونيك ديفرنت على كل البنات. وانا ارتحت كمان في اللوكات لانه متغير، انا متعوده لبس جينز بس هالمره غير. اوكي، اهم شيء يكون عاجبك عاجبني ومرتاحه فيه وحتى اعتمديه في المستقبل طبعا. اوكي يلا نجرب لوك ثاني ان شاء الله. عارف علاش كنت ضحكي؟ طالون على الكعب. بغيت نعرف مين اللي قال لك او مين اللي عطاك النصيحه نصحك لله في سبيل الله انه قال لك انت ما تلبسيش كعب؟ كثير يقولوا لي انت طويله، يعني الكعب تيجيك شويه اوفر، حط طويل. بالعكس الطول عز، الطول نخوه، بالعكس ناس التوب مودلز طوال ويزيدوا كعب بيلبسوه اكثر من اي انسان ثاني. بالعكس الكعب كثير حلو عليك، وبالاضافه لانه انت طويله طولك مش كفايه، لانه لما بتضيف الكعب بيزيد يعطي جسمك، بيبينه اكثر تناسق وبيزيدك اكثر انوثه، وحتى بيزيدك ثقه في النفس. لما بنكون لابسين كعب ثقتنا في نفسنا واحنا بنمشي بتبان علينا، يعني بس طريقه لما تلبسي كعب وتتمشي تتكون كتصيري كلك جسمك ممشوق ومشدود، فبيزيد لك جمال لرجلك ولاكتافك وكل شيء. فبالعكس شيلي هذه الفكره نهائيا من راسك مليون. لازم تعتمدي الكعب وتلبسي كعب واختاري اطول كعب موجود في المول. بالعكس انه طولك حلو بيطلع عليك حلو. على فكره في القصار بيلبسوا كعوب عاليه كثير بيبين في فرق، ما بيبين بالانس، بيبين في شيء غريب، بس انت طويله اعتمدي الكعب بالعكس. اوكي هذا اللوك اول حاجه اللي حبيت فيه انه اعتمدت لك كعب باش نغير لك رؤيتك للكعب او نظرتك للكعب بصفه عامه. الكعب كثير طالع عليك حلو. كلميني الان على اللوك. اللوك عجبني ومع الكعب زاد عجبني. عجبك اكثر؟ عجبني اكثر. كلميني اكثر، شو عاجبك فيه؟ اكثر حاجه شدتك؟ اللون، الالوان، تناسق الالوان. تناسق الالوان. اوكي. انا مش متعوده ان نلتقى الوان. اوكي، هذا اللوك اعتمدته ليكون هو كمان جينز، بس جينز غير بلون البوردو اللي حكينا عليها او البورغندي. كثير موسم ودارج وانت بشرتك سمراء فكثير بتطلع عليك الالوان الساخنه كثير حلوه. اوكي فاللون هذا اعتمدناه لنغير طلتك بالجينز الى طله عصريه وسوفيستيكيتد، يعني راقيه اكثر، بتطلعي بيه للشغل، بتطلعي بيه سهرات، طلعات، كيف ما بتحبي، يعني فليكسيبل. انا بحب اعتمد لوكات انه تصيري ما تكوني مقيده بالنهار او بالليل، يكون انيق وتطلعي بيه في اي وقت. اوكي اللوك هذا عباره عن ثلاث قطع، القميص اللي فيه الفلاورز وفيه ورود حمراء كمان بترجع تنسيقها مع الجينز، مع فرو جيلي اللي كثير دارج على الموضه وبنشوفه كثير مؤخرا، صار لنا 3-4 سنين دائما بنشوفه بكل شتاء، كل فصل شتاء بيكون هو من القطع الاساسيه بالفاشن. اختاريت لك الفرو لنكسر كمان القاعده عشان ما يكون دائما بلين، انه سيمبل التوب والبانس، انه جينز ما بيكفي، لازم نزيد قطعه ثالثه لتعطيك طله مور عصريه وانت يعني تشيلي تلبسيه براحتك. ضفت لك عليه بريسلت جولد لانه انت سمراء فكثير كثير 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 بيطلع عليك حلو الذهبي، كل ما تلبسي ذهبي بيطلع عليك بيضويك اكثر من الفضي، فكل ما لقيتي اكسسوار ذهبيه اعتمديها اكثر من الفضيه. ثاني حاجه الحقيبه اليد، حقيبه اليد كمان الفينيشينج اللي ضايفينه عليه ذهبي وكثير بيطلع حلو عليك، واعتمدتها صغيره الحجم لوريك انه انت طويله وضعيفه نفس الوقت بيطلع عليك فيري ستايلش، شايله حقيبه صغيره بايدك، وهو هذه كمان الحقيبه هاي فيري يعني هي ترند دارجه بالموسم هذا، حقيبه الايد اللي بتشيليها هيك او حتى تشيليها كابوشيت او كلتش. اوكي اوكي شو رايك؟ كثير عجب.
اهم شيء شايفه الابتسامه ومطمئنه، هذا كثير يعني فعل خير. وانا كثير حبيت عليك اللبس، وكل اللوكات اللي جربناهم طلعوا لي كثير حلو من بعيد، وبقول لك القالب غالب وجسمك حلو ما شاء الله، اي شيء بتلبسيه بيطلع كثير حلو عليك. شكرا. اوكي نجرب اللوك الثالث. يلا بينا. اللي ما عجبني، عجبني كل شيء صراحه. وهيدا اغلاط كثير ناس بيوقعوا فيهم. هاي يلا كلميني على اللوك الثالث واخر لوك. اخر لوك زوين بزاف، غير هي حاجه ما كنتش عندي الجراه باش نهز لحد الان. ما عندكش الجراه. حابه نقول لك انه هذا الشيء ساكادو او حقيبه الظهر ما جات من فراغ، انه حقيبه الظهر كثير 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 على الموضه وكثير دارجه هالموسم، حتى كبار دور الازياء كلهم اعتمدوها. فانا حبيت اطلعك، ولانه انت عمرك كمان 22 سنه، مستوعبه 22 سنه بعدك شابه وصغيره، فالان اذا ما لبستي وكانت عندك الجرأه تلبسي حقيبه الظهر والاشياء الجريئه بالموضه ما حتلبسيها بعدين. أوكي؟ اوكي اول حاجه اللوك هذا اعتمدناه نبعد تماما عن الجينز. اختارينا دريس عليه الهاي بوت اللي طالعين لفوق الركبه، كثير 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 دارجين على الموضه هذا الموسم، وكوت المعطف هذا دائما بتلاقيه بكل الماركات، بيعتمدوا في فصل الخريف، هذا بينلبس في فصل الخريف لانه خفيف مش ثقيل. ففوالا واعتمدت لك لون البيج لانه كيضويك وكيزيد لبشرتك اشراقه ونضاره، فطلع عليك كثير حلو. وضفنا عقد بسيط جدا من ذهبي اعطاك كمان جلو وكسر لك، لانه الدريس فيري سيمبل بسيط جدا، زدنا عليه عقد منطقة العنق ليزيد عليه ستايل ونوتة أكثر. شنو رأيك فيه؟ كثير حلو، عجبني. ولاحظتي حتى الاختيارات كان كلها فيها تاتش من البورغندي من البوردو، طالع كثير حلو وكثير دارج في هذا الموسم. شو رأيك؟ وشوز كثير مريح، ابتعدنا عن الكعب شوي. نورجيك انه فيك بطولك وجسمك تلبسي كل اللوكات بعدة لوك سواء مختلفة. بالكعب أو من غير كعب. لا عجبني انا اللوك، حلو السايد. غير ديفرنت يعني اللي كنت لبس. خلاص انا كمان عجبني كثير، وحاسه انك واثقه فيهم ومتصالحه مع نفسك وانت لابساهم، يعني مش منزعجه من اي حاجه. لا مرتاحه فيهم. اوكي وحتعتمدي حقيبه الظهر ولا قولي لي صراحه يعني ما تجاملينيش. صراحه مره يعني ما اقنعتكش. ما اقنعتنيش بزاف. اقول لك بعدك صغيره، عيشي وانطلقي، الموضه كلها تحت امرك، فانبسطي فيها وغامري، ليش لا؟ المغامره حلوه مرات. نجربها. وعملي يعني بيشيل اكثر من حقيبه اليد صغيره، يعني بيشيل اغراض اكثر. خلاص؟ استفدتي بما فيه الكفايه؟ كثير. خلاص على خلصت معك باخر مشوار للوكات. اوكي. ونتابع حلقتنا باشياء ثانيه. ان شاء الله. يلا. يلا. اللي ما عجبني؟ عجبني كل شيء صراحه. اول شيء بس هذا الباك ما كنت مقتنعه به، بس في الاخر عجبني مع اللوك. ان جنرال عجبني كل شيء، عجبني الستايل، عنده ذوق. المكياج طبيعي ناعم هو اخر صيحات الميك اب لخريف وشتاء 2014 حسب منصات عروض الازياء العالميه، وانا شخصيا من اكثر مشجعي هذا النوع من المكياج. لحسن الحظ ان شيماء ايضا من البنات اللي كيفضلوا المكياج الخفيف، لكنها بحاجه الى بعض النصائح لتحصل على اطلاله طبيعيه جميله ومشرقه. هاي منال. هاي كيفك؟ الحمد لله بس. اليوم معنا شيماء، بنت صغيره في العمر، عمرها 22 سنه، والشيء الحلو انها هي ما بتحب الميك اب. فكلمينا اول شيء شو اساسيات الميك اب قبل، يعني المراحل الميك اب، شو اول شيء لازم نبتدي فيه؟ في كثير ناس ببلشوا دغري بالفاونديشن اول ما بدهم يحطوا الميك اب، وهذا الشيء معقول ياذي لهم بشرتهم، فمفروض يكون في باز بالاول بينحط، او ليكون عم بيرطب اذا البشره جافه، او ليكون عم بيعمل مثل عازل لاي زيوت زايده قبل كريم الاساس. اوكي، وبالنسبه لدرجه للفاونديشن
اي منطقه تعتقدي احسن منطقه لنجرب فيها الفونديشن الاثبت للون بشرتنا؟ في كثير صبايا بجربوا بعده اماكن بوجههم او حتى على ايدهم، افضل طريقه هو هون على الجو لاين لانه هي اكثر منطقه فينا نقول انه ما فيها شوائب او اقل شوائب من غيرها او اقل تعرض للشمس من غيرها، وبتكون كمان قريبه على الجسم تنقدر ناخذ لون قريب من لون الجسم كمان، تما يكون الوجه او اغمق او افتح، وهيدا اغلاط كثير ناس بيوقعوا فيه. طيب وبالنسبه للكونسيلر مثلا لوجه شيماء، شو احسن او طريقه اختيار الكونسيلر واحسن لون؟ لانه كيف ما بتشوفي هي عندها هالات سوداء واضحه على عيونها تعب. المشكل الرئيسي اللي معقول نكون عم نوقع فيه انه تستعمل هي كونسيلر فاتح، كثير صبايا لانه عندهم درجه غامقه بيستعملوا كونسيلر فاتح وهيدا غلط. بحالتها ولانه هي سمراء يفضل تستعمل الكونسيلر اللي بيجي شوي صغيره على اورنج، بس اذا حول عينها محمر افضل تروح على درجه صفراء، وهذا اللي رح نستعمله هلا، تكون درجه الكونسيلر شوي صغيره على صفار. اغمق من لون بشرتها ولا لا؟ لا مش اغمق، بس ما كثير افتح او ما كثير بيج، لانه كثير صبايا بحطوا بيج بصير تحت عيونهم رمادي. اوكي، فافضل طريقه يكون على صفار او على اورنج شوي لانه هي سمراء. اوكي، وبالنسبه كمان للاي شادو، هي ما بتحب تحط اي شادو وما بتعرف الطريقه، فشو تنصحيها طريقه الاستعمال لميك اب سهل وبسيط؟ الصبايا اللي ما بيحبوا يحطوا كثير اي شادو او ما بيعرفوا او بيعتبروها مشكل، فيها تحط لون واحد على كل الجفن المتحرك، خاصه انه هي اسم الله عندها مدى بين عينها وبين حواجبها، وحتى فيها تتخطى شوي صغيره الكريز بدرجه اللون. بتختلف درجه اللون ما بين الصبح والمساء، في يكون درجه فاتحه شوي بالنهار او فيها لمعه بسيطه، والمساء في يكون درجه غامقه شوي، ولو حتى لون واحد او لمعه كثير، واحدة من الاثنين. ودفنة لي فيها هون تشتغل كثير على الماسكارا، بتبين عينها مفتوحة أكثر. أوكي، منال الآن حنتكلم على موضوع كثير 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 بيعذبها لشيماء، هو موضوع حواجبها، إنه حواجبها ما بتعرف هل هم خفاف أو كثار، كيف تنظفهم، كيف تعبيهم، فحبك بليز تعلميها طريقة يعني إنها تجملهم أحسن، وبأي طريقة، هل بقلم، باودر، شو الأسلوب اللي بيطلع عليها أكثر شبابي وطبيعي؟ إذا بدنا نشوف الشكل الطبيعي هو يفضل تروح باودر، لأنه معقول القلم يعطي لون حد أو قاسي شوي، بلس هلأ دارج الحواجب العراض فما في داعي ترفعيهم، أبداً ما ترفعيهم، وفينا نستعمل لون قريب للون حواجبها بالجابس اللي عندي هون، ما في داعي تشيلي وتنطفي الحواجب بس كرمال هيدي الجاب، بالعكس فينا نعبيهم بدرجة، شرط أنه ما تبلش بالدرجة الغامقة من الأول، في يكون درجة وسط، بعدين الكور تبعه للحاجب درجة غامقة شوي، وبالمحلات اللي بتكون كومبليتلي فاضية ونحن بدنا نظبط الشيب، هون فيكون كمان بعد الدرجة اكزاكتلي نفس لون الحواجب، هيك بتكون رسمتي حاجبك بلا ما تكوني عملتي شيء اوفر او يزعجك. عندك أي سؤال ثاني؟ لا، المشكلة الوحيدة اللي كان عندي هو الحواجب. طيب أنا عندي سؤال ثاني، لأنه قلتي لي أنت ما بتحبي عادة بشغلك ما بتحطي كثير ميك اب، بس بتحطي ماسكارا كثيفة ولبستيك، سو على موضوع الريد ليبستيك، بعتقد انه مش اي ريد بيمشي على كل لون بشره، صح؟ هلا مزبوط، بس بلون بشرتها ما فينا ما بنخاف كثير، المهم ما يكون رايح اللون كثير على فاقع، يعني مش كثير كثير فوشيا او مش كثير كثير اورنج. بدك تنتبهي على هيدي النقطة، في يكون الدرجات متمايلة ما بين الأحمر اللي على مزهر شوي أو الأحمر يلي على اورنج، بس بلا درجات فاقعة، لأنه بيعمل كونتراست كثير قوي على وجهك. طيب بعتقد انه منال اعطيتي قدر كافي من المعلومات، أيه. واتمنى انك كثير تطبقيهم بحياتك اليوميه. اكيد طبعا. اوكي. بعد الحصول على ابتسامه هوليووديه، لا يمكن للطله العصريه ان تكتمل دون تغيير تسريحه الشعر ولونه.
ضمن مراحل تغيير في المظهر ولحتى نوصلوا لنتيجة المثالية ونحصلوا بالنهاية على الطلة المختلفة، لابد من تغيير نمط وأسلوب تسريحة شعر شيماء. ومن أجل إتمام هذه المهمة توجهنا إلى صالون عمرو في جي دبليو ماريوت بدبي. مرحبا عمرو. مرحبتين. كيفك اليوم؟ سهلا. خير؟ الحمد لله الله يخليك. احنا متواجدين اليوم بصالون عمرو بجي دبليو ماريوت ماركي، ومعنا هالبنوته الحلوه، حابين اليوم نطلعها بطله غير 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 عن اللي هي متعوده عليه. اول شيء عمرو، وانت عارف انه شيماء ما عمرها صبغت شعرها. صح. وبتخاف من التغيير، وبتحب الشعر الاسود. خايفه كثير. كلمنا على اللون اللي يعني شيماء خايفة كتير، يعني جاي للتغيير خايفة، بس الست على طول أو الصبية من حقها على طول بين فترة وفترة تغير شوي. صح. يعني نفسيا لإلها وبيطلع أحلى كتير عليها يعني. أكيد. أول شيء يسمرة شوي، إذا فتحت شعراتها شوي صغيرة يعني مش أوفر، لون شتان كاستنائي طبيعي بقى، بالعكس أول شيء صبغة ما تأذي لشعرها لأنه من لوريال نوعيتها جيدة. اثنين انه بفتح له وشها بيعطيها طله احلى بكثير يعني، واحسن من الاسود طبعا. واحسن من الاسود، الاسود لون قاسي على الوش. صح. بغمق يعني. يعني اللون اللي اخترت لها اياه رايحه فيها نضاره اكثر. بالضبط. ويخليها تبين بعمرها. صح. صح. فيك تفرجينها بس لترتاحي وتطمن، بتسمع ترتيح وحاسه انها خايفه. يعني نحن هنعمل هيدا اللون اللي هو لون شتان طبيعي، ما في حمار بقى، بيطلع اللون طبيعي كتير يعني، وما بتحس بكتير فرق يعني. ايه. وقلتي لي حتدخل عليها لولايت. حندخل عليها من قدام شوي خسر لولايت رفيعه كتير، يعني تفوت بالشعر كأن واحد رايح على البحر وشعراته هيك شوي مبوجين بطريقه طبيعيه. حلو. سان كيس. صح. صح. اوكي. بعدين الشغله الثانيه اللي حنعملها اياها هو بدها قص شوي الغره شوي صغير، لانه عندها جبين عريض، بتعرفي جبين عريض فعلا. لازم يتخبى جزء منه شوي، يعني تيجي على جنب مش على وشها ديركت. وبده شوي طرف شعرها. قص. شوي قص يعني تليمينك، لأنه طرف شعرها كتير مقصط يعني. أوكي. بقى هيك بتكون حاسيت بتغيير. زيادة عن هيدا إنه شعراتها هي شوي خفيف، صحيح شوي طوال، مش كتير طوال يعني، بس إنه طوال، بس شعرها نوعه كتير خفيف يعني وطري يعني. بقى حنحط لها إكستنشن ساعة البدل تشيلها وتحطها، تعرفي الإكستنشن هو أنواع كتيرة، بس أنا حنحط لها نوع من الكليبس يعني، لأنه هي بالنسبة لها شيء جديد. أوكي. بقى بصير تشيلها ساعة اللي بدها وتحطها ساعة اللي بدها، بتعرفي هيك بيكون طولوا شعراتها أكثر. اوكي. وعطوها كثافة أكثر وعطوها جميل أكثر يعني، صار عندها كمية شعر أكثر يعني. طيب من الكلام للحي يعني لحد الآن أنا بعد يعني تخيلت صورة بذهني إنه حتطلع كثير حلوة وطبيعية في نفس الوقت. هي بالأول حلوة. هي بالأول حلوة. بس حلوة. النتيجة. طبعاً حتطلع أحلى. أهم شيء عندنا النتيجة. لا شوفي سنة عمرو على طول بيطلعوا حلوين. أكيد وإحنا واثقين من هذا الشيء. فبنرجع لها هي كمان انه هي معنيه بالامر. صح. شو حاسه من الكلام اللي قال عمرو؟ انا اقتنعت بكلامه، ان شاء الله يكون على حسب التغيير حيكون حلو. حسب الحكي يعني. خلص. انا بدنا الفعل. انا موثقه، انا واثقه انه النتيجه حتطلع 100% حلوه. لألي. تسلم. سو بخليكم تشوفوا شغلكم. اوكي. وبرجع لكم بعدين. خلص. اوكي. حاضرين. يلا جود لك. ارتاحي. اوكي.
ما بتعرفوا قديش بكون مبسوطة لما بشوف هالابتسامة عليكم، بالتالي بتريحني نفسيا. رحلة تغيير مظهر شيماء اكتملت وتخلصت من مظهرها القديم كليا. قدرنا خلال كل مرحلة من رسم ابتسامة الرضا والسعادة على وجه شيماء اللي كانت متعاونة جدا، مرنة ومنفتحة لجميع الآراء والنصائح. فريق المختصين بأنتي أجمل عمل كل جهده ليعطي لشيماء المظهر اللي كانت دايماً كتمناه، وما ضل غير نكشفوا على طلتها النهائية ونتعرفوا على رأيها بالنتيجة. شيماء تفضلي. شيماء، أول حاجة الابتسامة العريضة المرسومة على وجهك مبشرة بالخير. ضروري. ما بتعرفوا قديش بكون مبسوطة لما بشوف هالابتسامة عليكم، بالتالي بتريحني نفسيا. طيب كلميني بشو حاسة أول شيء، خصوصا اليوم المرحلة الأخيرة من الميك اب للشعر لللبس لكله، إحساسك باليوم، بعدين نتكلم عن إحساسك بطول المراحل اللي عديتي فيها. أول شيء هو أكيد التغيير يكون أجمل، وثاني شيء أنا خايفة. خايفة من إيش؟ خايفة من التغيير، لأني عمري ما فكرت حغير لون شعري، طريقة لبسي، أسناني. استفدتي أشياء جديدة، تعرفتي على نمط جديد في اللبس وفي الميك اب والشعر أكيد كثير حيفيدك في حياتك؟ طبعاً. يعني التجربة حتمر مرور الكرام ولا حتفيدك؟ يعني حتفيدني، حروح عليها يعني. حتعيشي بيها؟ حعيش بيها. طيب كلميني، لما عملتي أسنانك كانوا أسنانك كثير مضايقينك، يوم عملتيهم احكي لي إحساسك، ردة فعل أهلكم؟ كثير إحساس كثير، تحسي بثقة بالناس، ابتسامة لما بتحكي يعني بتكون ابتسامة انصدموا. انصدموا؟ يعني وبعدهم مش قلتي لي إنه حطيتي صورة أخذتيها وماماك كلماتك من المرة وخلاص خلص برنامج. لا الأسنان بيلعبوا دور كبير كبير كبير، باش يعني لتكوني جميلة، إنه كثير المهمين الأسنان يكونوا كمان حلوين. كلميني، بعدك ما شفتي نفسك، بس كلميني عن شعرك، عن اللون اللي كان مخوفك. كثير عجبني اللون، وأنا كثير 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 عجبني، طالع very natural. شكرا. وخلاك تكوني ناعمة، يعني ما بقاش عندك اللون الأسود كان عاطيك قساوة على وجهك. أنا عمري ما كنت أفكر بدي اللون شعري، كنت أقول دايما الأسود الأسود. طيب. دابا نخليك تشوفي نفسك ونحكيو أكثر. طيب. أوكي؟ بس أعطيني رأيك بكل صراحة. ما تجاملينيش. لا متحمسة. يلا. متحمسة؟ حلو. شوف كلميني، اول شيء قال الكعب. كله جديد، كله جديد. الكعب انا ما كنت نفكر البس الكعب، يقولوا علي طويله، يعني صعب البس كعب وانا طويله. صلحنا هذه المعلومه وتكلمنا فيها. الان حنعتمد الكعب على طول ضروري، صح؟ بس الكعب. كلميني ثاني. ستايل عجبني، لون شعري كثير حلو، لون شعرك كثير يعني إطلالة، أسناني ابتسامة، يعني ما راح أمر اليوم خلاص ديما حلو. كثير عجبني لك، كثير عجبني، صار مع الكعب. مع الكعب. لا فعلا حابة نقول لك إنه طالعة كثير حلوة وكثير متغيرة
اخر هذا دائما شكرا.